بشرة للجمهور المصري لربما لربما بس مش عايز حد بقى والنبي يطلع يقولك ايه اصل بيدوا مواعيد والمسؤولين يا عم يدوا مواعيد ما يدوش مواعيد دي معلومات مؤكده فناخد القصه كده سنه سنه ونمشي فيها مش كل ما حد يبتدي في حاجه هنقعد نقول اصل الحكايه والروايه هناك اتصال ما بين السيد وزير الشهوة مع السيد وزير الداخليه ومع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره عن يعني التحرك في ملف عوده الجماهير وقال ان ده اهتمام دوله وان الدوله مهتميه جدا برجوع الجماهير للمدرجات واعتقد ان ده تحرك دولة وأعتقد أن الجمهور لازم يعي هذه الخطوة وأعتقد أن دي لربما تبقى النفس والتجربة الأخيرة ولربما لا بد أن يكون في استجابة ولا بد أن ينفذ القانون ولا بد أن يكون في التزام يعني الحقيقة الناس بتسعى الناس بتتحرك الجمهور يساعد بقى شوية الجمهور يتحرك شوية نعمل التزام نسيب الناس تنظم هيبقى في تحركات يعني قريبا ان شاء الله باذن الله بشكل كبير جدا في سات معينه وهيتحط فيها كاميرات وهيتحط فيها بوابات لا استقبال عدد معين من الجمهور وهيكون ليها كريتيريا معينه او اليات معينه لا عوده الجماهير ولكن الشرط الاول والتاني والثالث والرابع والخامس هو التزام الجمهور كل ما تلتزم كل ما يزيد العدد، كل ما هتلتزم، كل ما هتتسرع الوقت، كل ما هتلتزم، كل ما هيكون فيه أمور كتيرة جدا وأمور كبيرة جدا جدا. <applause> أيضا في أكتر من شركة بتستعد دلوقتي للدخول في هذا المجال وهو تأمين الملاعب من الداخل مع وجود طبعا الأمن أو الداخلية. أعتقد